هاي جايز، رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير صوص الكراميل بأسرع وأهين طريقة. خليكم متابعين الفيديو. المكونات: نص كوب من السكر، ربع كوب من الزبدة، كباية حليب. منبلش أول شي بتذويب السكر ومنحركن منيح أحلى ما يحترقوا. ووقت يدوب السكر منضيف الزبدة. وبعد ما تدوب الزبدة منضيف الحليب وهلأ منضلنا عم نحرك. وهيك بيكون خلص تحضير الكراميل. شفتوا بأسهل طريقة وبمكونات موجودة عندكم بالبيت. فيكن تقدموا الكراميل كتزيين للكيك أو حي لشي حلو، وكمان فيكن تعملوا منه كيك. وححطولكن الروابط تحت بصندوق الوصف أو بس تكبسوا على الفيديو اللي بدكن ياه. وإذا عجبكن الفيديو ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب وشير. باي، منشوفكن بالفيديو الجاي.